كيفية الإيداع باستخدام بطاقة إكويتي المدفوعة مسبقاً. قم بتسجيل الدخول إلى بوابة العميل، اضغط على إيداع ثم خيارات الإيداع. قم باختيار الحساب ذو العملة المطابقة للعملة المستخدمة في البطاقة. قم بإدخال المبلغ المراد إيداعه. حدد إشارة المربع إقراراً بالبند المذكور، ثم اضغط على الاستمرار. اختر Equity Prepaid Card. قم بتعبئة الاسم الأول والأخير. أدخل الرقم المرجعي الخاص بك. يمكنك إيجاد الرقم من خلال الصفحة الشخصية في تطبيق الهاتف. رقم البطاقة. أدخل اسم حامل البطاقة كما هو مطبوع على البطاقة. تاريخ الانتهاء ورقم CVV وهو الأرقام الثلاثة المكتوبة على ظهر البطاقة. اضغط على إيداع لاستكمال الإجراءات بنجاح.